ولا حدا حيشوفها. وش النقليلة يا شن نقليلة؟ شن نقليلة يا شن نقليلة؟ وش الله يعينه على هالليلة، الله يعينه على هالليلة، والله يعينه على هالليلة، الله يعينه على هالليلة. ومن هالليلة صار له عيني، من هالليلة صار له عيني، ومن هالليلة صار له عيني. ما شاء الله، حارة عمراني بالعراس اليومين. الله يديم الأفراح إلهي. آمين. ما في أحلى من فرحة العرس. بتحسي حياة جديدة بلشت. بس يا حسرة على اللي بيتم ببيت أهله وما حدا سائل عنه. أنا كتير تأخرت على البيت، خلينا نروح لو سمحت. أمريكا خان، تفضلي. ما قلت لي صحيح، أنت لمين متجوزة؟ طمني. أنتوا متأخرين عليها بالحكمة يا فهد. الدوالي كبرانين كتير. بس على كلن أنا أعطيتها دوا اليوم، إن شاء الله رح ترتاح عليه. شو ما بيصير معكم بتخبروني ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماشي حكيم ماشي. أمرني قديش بتريد؟ لا لا أختك جورية حاسبتني. يلا السلام عليكم. مع فاي الحجة إن شاء الله. كتر خيرك وعليك السلام. طمني أخي، شو قال لك الحكيم؟ والله وجع رجلين أمك من الدوالي. قال لازم تضل متسطحة مشان تضل مرتاحة. أعطاها دواء إن شاء الله ترتاح عليه. إن شاء الله يا رب بترتاح حالي. أختي، أنت عن حقها حاسبتي للحكيم؟ إيه أخي، لكان شلون محاسبته؟ وأنت مين قالك تجيب الحكيم لأمك؟ من كل عمرنا منجيب أدوية وتركيبات من عند الحلاق محسن، شو عدا ما بدا؟ صح أخي تقبرني، ما أنا الصبح رحت لعند الحلاق محسن وصادفت عنده الحكيم، فسمعني وأنا عم أشتكي عن مرض أمك فعرض علي يجي عينه. أيوه، لا بقى تعيدي يا أختي. هدول الحكمة بياخدوا كتير مصاري، بيضل العطار والحلاق محسن دروشان مثلنا مثله. لا تخاف علي أخي، وحياتك حاسبته سبره بسبر الحلاق محسن. أيوه إذا هيك بري عليكي. يلا أنا ماشي، توصوني شي عنا أصكن شي. سلامة قلبك أخي. يلا سلام عليكم. الله معك. أوي أوي هم تغامز بعينيهم، ويها وقالوا جوريا ما بتتجوز، ويها هي تجوزت وقلعت عينيهم. ليلي 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 ليش؟ ريتو ألف مبروك يا جورية، هي رب العالمين عوضك بأحلى جوازة. الله يبارك فيك تقبريني عقبالك. ما شاء الله يا جورية، اللهم صل على سيدنا محمد. لك شو هالولاد، خنطق منطق انت. تسلمي لي يا روح قلبي، عقبالك ان شاء الله هيك منشوف ولادك على ايديك. ولادك على ايديك يا جورية. جورية وينك يا امو؟